أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم عودة مريبة لصعود سعر صرف الدولار وتصاعد في هواجس الناس معيشيا واقتصاديا وقبل ذلك سياسيا. في مجمل أصقاع العالم بالمفهوم المجتمعي للسياسة، السياسة تعني سوس المجتمع وضمنا نحو الأفضل، وإذا كانت الحرية سببا وجيها لإرساء أي نوع من الديمقراطية وتطويرها، فالمفترض في أوطان الحرية وموائلها كلبنان مثلا أن تكون السياسة قيمة مضافة لتطوير حياة المواطنين ورفع مستويات وعيهم، بغض النظر عن هامش الغائية أو هامش افتخار أهل السياسة بنجاح سياستهم أو بنجاح سعيهم، وبغض النظر عن تقدير المواطن لهم إلى حد التأليه. في لبنان في هذه الأيام هناك زعماء تصل مرتبتهم لدى مناصريهم إلى حدود الآلهة، وهناك مناصرون وغير مناصرين، وغالبية من اللبنانيين يرزحون تحت أزمة معيشية مذلة لم يشهد لها لبنان مثيلا منذ أيام جدي وستي. في لبنان اليوم وجهات نظر في كل المجالات ولا أمر لها حدود علمية أو عملية. القضاء وجهة نظر، الدستور وجهة نظر، الديمقراطية التوافقية وجهة نظر، والديمقراطية من الروحية الميثاقية وجهة نظر، الزبائنية وجهة نظر مشتركة لدى جميع القوى السياسية، السيادة وجهة نظر لكن الأنانيات محققة لدى مجمل العاملين بالسياسة، وأما لبنان الفاعل المثير والمؤثر والمتأثر بمحيطه والعالم كذلك أصبح الأمر وجهة نظر بالنسبة إلى تفاعلاته مع قضايا المنطقة. بالزمانات مرت عهود وتعاقبت عهود ورجالات دولة، عهود كانت لكن لبنان بقي الصلة بين القارات وإلى حدود الصلة بين الأرض والكون، ولبنان كان لغة أهل المعمورة كلها لا بل لغاتها. في لبنان اليوم مجمل اللغات معطلة إلا لغة الأرقام التي تقض مضاجع الناس في عيشتهم، أرقام السلع، أسعار السلع، أرقام أسعار الدواء، وأيضا يعني لا حياة لمن تنادي من المسؤولين المعنيين بعيشة العالم. معنا مباشرة رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، تسلم أستاذ جلال، بشكرك على الاستضافة. يا أهلا وسهلا، والله يخلي هالتلفزيون وتدل التلفزيون الكل، التلفزيون العام هذا للجميع، إن كان لأركان الدولة أو كان للناس وكل الفئات اللبنانية. دكتور نوفل، يعني صحيح بدنا نحكي عن سوس المجتمع وخدمته، ومهما كان الواحد انه مش معقول يطلع من حاله انه انا عم بعمل وكذا، ولكن مفروض يكون السياسي هي لخدمة الناس. خلينا نبلش بس بالمواضيع المطروحة اليوم. في مشكلة بين لبنان والسعودية ومع عدد من دول الخليج. كان مجلس الوزراء معلق صار مجمد، برأيك السياق اللي صارت فيه المشكلة مع المملكة العربية السعودية، كيف للبنان أن يعني يخرج من هذا المأزق؟ بركن في وفد جامعة الدول العربية السعودية بيّن أنه استقالة الوزير جورج قرداحة وعدم استقالته ليست هي الأساس. برأيك السياق الذي يعني أخذوا هذا الموضوع وتصرف السعودية مع لبنان كيف بتشوف؟ المشكلة أبعد من استقالة الوزير الريحي ولا الأحداث اجتازت ولا هذا الموضوع، لأنه إذا بنرجع شوي لورا ونراجع الأحداث، مشكلة السعودية مع لبنان هي حقيقة بلشت من طريقة التعاطي الدولة اللبنانية مع الدولة السعودية. هي الملبد كله إعادة مراجعة، إن كان على صعيد يعني التجاري والسياسي والمالي. للأسف اليوم الفريق اللي حاكم أخذ لبنان باتجاه فرد واحد. يعني نحن معروف لبنان من أيام 43 بعد الاستقلال قايم على التوازنات. هالتوازنات فترة من الفترات ولا بل هلا أكثر، هالتوازنات كلها راحت لفرد ميل، يعني بعدنا عن روح الميثاق اللي هو قائم عليه لبنان، اللي هو قائم على هالتوازنات. لأنه للأسف بلبنان السياسة الخارجية هي اللي بتنعكس على التوازن الطائفي الداخلي، واللي عم نشوف اليوم هو لب مليانة. طيب بس دكتور نوفل،
أنا فهمت عليك أنه بس نخلي التوازن لمصلحة فريق معين بتصير في خلل بالتعاطي لبنان مع الدول، ولكن بفترة من الفترات كان يعني معنى أنه كان لبنان هو وزير خارجية سوريا وكان المحور السوري ماشي، وكانت السعودية والولايات المتحدة وسوريا كلهم ماشيين وموافقين. يعني شو الدولة اللبنانية شو عملت مع السعودية؟ نحن طبعا من كل المملكة العربية السعودية كل احترام ومنشكرها على دايما مكروماتها اللي هي من باب الصداقة مش من باب مكرمة، ولكن اليوم شو تغير؟ على استاذ جلال المكرومات بالمفهوم بين الدول تعا تكون منطقية، ما في مكرومات، تعا تنطعط سياسة على السياسة، الدولة بتحدد علاقتها بدولة تانية هي السياسة. بس من ميل تاني صح كان بفترة من الفترات مثل ما تفضلت حضرتك وقلت انه رئيس الشهيد كان سفير سوريا، نعم عن نحكي عن رفيق، كان وزير خارجية سوريا اليوم وسوريا والسعودية والولايات المتحدة أبو عبد الله. اليوم ما فينا نتجاهل الوضع على حدود السعودية، نعم ما فينا نتجاهل اليوم أنه في صواريخ عم تنزل على أرامكو بقلب السعودية، نعم ما فينا نتجاهل أنه دور مكون أساسي من لبنان هو حزب الله بالحرب اللي عم بتدور باليمن على باعتراف عنده خبراء باعتراف قياداته باعتراف خطابه السياسي وخطابه. فإذا اليوم الصيغة تغيرت، يعني من زمان ما كانت هيدي موجودة، يعني صار اليوم في حرب في ميدان. طيب بس هذا الميدان هو عم بيكون باليمن مش بالسعودية. تاني شيء وقت بيكون في محادثات سعودية إيرانية، هي حزب الله يتهم بانه هو مؤتمر بايران، طيب وقت تكون في محادثات سعوديه ايرانيه، ما السعوديه عم تفاوض ايران. طيب نحن الدوله اللبنانيه هي اللي بدها تقدر على يعني تقدر تستطيع تحجم الدور الاقليمي لحزب الله، اما ايران والسعوديه. هلا اكيد حزب الله هو مشكله اقليميه اكبر من لبنان كلنا بنعترف، بس انا كمان بدي اسال سؤال، يعني شو قلنا شغل نحن باليمن كحزب الله باليمن؟ هلا الدوله اللبنانيه صار حدودها الاقليميه طيب الدوله اللبنانيه بعتت حزب الله حدودها لا طيب ما هو هون المشكله اليوم صرنا عم نغلط، صرنا يعني انا مع مبدا اذا فليستلم حزب الله السلطه بلبنان ساعتها تنقدر نفصل بين الدوله والدويله. اليوم راحت القصه كلنا رحنا بظهر بعض، بس المملكه العربيه السعوديه والدولة اللبنانية من أيام الرئيس كمال شمعون من أيام سنة 53 كان يصير في خضات بالمنطقة، كان بعد فترة يصير في حروب من حلف بغداد لحرب اليمن اللي وقتها جمال عبد الناصر، كان يصير في مليون قصة بالمنطقة، بس ما كانت هالقد يصير في حدية، بل كانت السعودية تعبي الفراغ. يعني اليوم وقت اللي بتجي إيران ممكن مثلا تقول لي أنه شو هالقصة، قصة المازوت أو قصة ما بعرف شو. طب السعودية تترك لغيرها أنه يعبي الفراغ بدل ما هي، يعني هون في يعني ما بعرف إذا في خطأ بالسياسة، ما بعرف يعني ما بدنا نعلم الدول. يمكن مفهوم إدارة الدولة تغير يمكن من 50 سنة لليوم. اليوم مفهوم إدارة الدولة السعودية غير مفهوم العطاءات والمكرمات والاي تي ام يلي بتوزع مصاري، صفى في مبدا المعامل المثل والمحاسبه بهذا المفهوم. كيف لازم نطلع من المفهوم؟ هلا اكيد الطبيعه بتكره الفراغ، يعني انا بتمنى كان انه ما يصير هيك اللي صار مع لبنان ودول الخليج، لانه لاحظت عمان غير مغايره، يعني حتى عمان ما اخذت الموقف المضطرد. نحن لا نملي على المملكه شو لازم تعمل طبعا، بس نحن بدنا نخرج من المأزق. يعني بعد تقول انه كان عندها السعوديه نفوذ بالمانع 20% ومحور الممانعه 80%، وكان السعوديه عم تتنازل 20% لمصلحه مين؟ هيدا السؤال. هيدا اكيد مش لمصلحتنا نحن كلبنانيه، ومش لمصلحه للتوازن يلي مطلوب بالداخل يلي بده ينعكس على هالبلد. يعني بتمنى كنا ما تنجعش ما نرجع نعيد نفس الخطا اللي تكب مع سوريا وقت اللي سحبوا عضوية سوريا من مجلس. حب توضحها للمشاهد هالفكرة، يعني إذا بتتذكر وقت الجامعة وقت اللي علوا عضوية سوريا بجامعة الدول العربية وخرج النظام العربي كله من سوريا، ما انفاكت يعني هذا كان خطأ، ما انه كان لازم يتفادوه هيدا بالسياسة، اكيد لازم يتفادوه. بس هلا بتقلي انه شو بيربط السعودية بلبنان؟ يمكن اليوم ما انا شايفي بقى شي السعودية بلبنان، شايفته كله مشاكل، شايفته انه جربت مرة واثنين وثلاثة ووصلت لنتيجة هي
في جالية موجودة وقالت الخارجية السعودية أن نحن ما خص هذا الموضوع بالمشكل القائم. بتمنى هيك لأنه هيك قالوا هيك أعلم. بتمنى حتى هي موضوع ينسحب من الإعلام لأنه عم بيصير في ردات فعل من الطرفين. بتمنى يتركوا هاللبنانية أكيد اللي هن لاعبين دور محوري بالدول مطرح ما هن موجودين. برأيك جامعة الدول العربية ممكن تحقق لأنه قال امبارح الدبلوماسي الكبير سامح حسام زكي قال أنه في ثقب بجدار الأزمة، هل هذا الثقب سوف يتوسع ليكون قوة وبعدين يمشي الحال ولا؟ يعني إذا بترجع إذا بنرجع شوي نقرأ مصر من شي سنة سنتين لورا بتحط أنه مصر بلشت عم تخلص من أزمات الاقتصادية وفي نهضة بمصر، بتحس أنه تفرغت أكثر عندها شخصية صار أبداً للملفات الإقليمية. وبعتبر أنه كمان مصر تتميز بالعقلانية أنه بمعنى أنه ليش طبعا نضرب من لبنان وترك مجال لغيرنا يفوت، ممكن يكون لها دور وممكن يكون لها دور ولا ممكن كمان يكون في دور للتركي لأنه بنعرف صار في فترة حكي كتير على بعض مناطق لبنان على تدخل التركي بس ما توسعت، بينما مصر مقبولة أكثر بالبيئة. طبعا يعني أنا بعول على الدور المصري من المفهوم السياسي، حتى يعني في أوساط دبلوماسية من يومين بتقول إذا حصلت الانتخابات النيابية بلبنان رح نحكي عنها بعدين بحلقتنا يمكن يكون مثلا فرنسي له دور بمؤتمر حوار لبناني وتشرف عليه مصر، هيك مرة أول هذه ببعض الأوساط دبلوماسية. على كل حال يعني أنا بتصور هذه المراحل لازم يعني التجربة آخر مرة مع الفرنسوية فشلت، يعني وقت لجنوا الرئيس ماكرون كنا متفائلين كلنا طلع أنه كأنه عم بيعيش الطبقة الموجودة. نحن بتصور بطل بدنا تسويات على طريقة الدوحة لأنه الدوحة كانت مسخ وليك وين وصلنا صار لازم بس لبنان هو بدأ التسويات ايه بس كانت تهدي التسويات 30-40 سنة صارت تهدي 6-7 سنين أو 10 سنين أو 4 سنين طبعا. أنا بتصور صار بدنا نتفق كلنا مع بعض أي لبنان نريد صار لازم نصارح بعض أكتر لأنه هالشباب بطل فين يحملوا. طيب بالقضاء قضائيا نحن بنعرف انه سهيل عبود من منطقتكم ابن عين كفيع ومشهود له تحيه ومشهود له ابن عيله عمل وكمان ما بي لا يزعن لاي تدخل عمل تشكيلات قضائيه فنشت ما لما هناك مش مهم. هلا في المحقق العدلي بقضيه انفجار مرفق قصدك ما فنشت قصدك ما مضول عليها يعني هلا في لها اسباب وما خلينا يعني هذا موضوع صار معروف انه تشكيلات قضائية جمدة. القاضي طارق البطار اللي مشهود له برأيك السياق اللي أخذوا موضوع المرفأ أولا هل بتعتبر أنه كان لازم يروح على المجلس العدلي قضية الانفجار المرفأ؟ هلأ من ناحية الدستور والنظام هو واضح بس أنا واضح أنه في مجلس محاكمة الرؤساء اللي هو المجلس نعم. هلا نحن سلموا على المجلس العدل القضية القاضي طارق البطار هل كان في عنده بعض الهنات لحتى رفع عليه 14 دعوة ارتياب دعوة ارتياب يعني القاضي بطار بتصور قاضي ضامت من هالمنظومة السياسية ومن هالأحزاب يعني بتصور القاضي تقدر قال لا ووقف بوجه الكل يمكن ما عنده ملف يمكن ما عنده شيء مش لاطيره بشيء يمكن ما عنده شيء خوفه فيه مع انه تعرض لتهديدات ومنعرف من مين هيدا بيكفي انه مفهومنا انه هيدا قاضي ادمي هلا اتني بياخدين عليه الاستنسابيه بال ايه لانه لبنان بلد توافقي طوائفي خلينا نكمل من بفكرتك بس بتصور بالقانون لازم يكون القانون ما هيك يحكم البلد بالقانون نحن كلنا بنتغزل صبح ومساء وكلنا تحت سقف القانون ليش انت كان لبنان بالقانون بس يحكم هلا اتني يحكم بالقانون والتوافق عبر التاريخ بس خلينا نروح صوب القضاء بس يعني اذا القضاء كمان بده يصير فيه ما هو القضاء تعالوا تركز بس على القضاء القضاء نعم. هو سلطة مستقلة مبدأ فصل السلطات نعم. يعني اليوم اذا القضاء اللبناني بيلعب دوره ونحن اللي عم معولين عليه كثير جاي ياخذ هالدور من هون بنبلش بالنهضه وانشاء الدوله اللبنانيه دوله المؤسسات هلا في بيتهموه انه باستنسابيه ليش قلت لفلان وليش ما قلتش لفلان وليش ليش هالشخص ومش هالشخص انا بتصور انه لازم ننطر القرار الظني وبتصور الاحكام والاستنسابات ما بتروح دليفري
بتصور هيدا مثل ما عم بقرا ومثل ما شفت كل حدا وصلت له مذكره بخصوص انه عارف انه في نيتريت دامونيوم بالبور هو استدعاه وخلى نطر القرار الظني. طيب بس دكتور نوفل حضرتك يعني حضرتك دكتور بالصيدلي. نعم. وحضرتك تعرف النيترات دامونيوم اذا كان ازوته عالي او واطي او اي شيء وهذا سماد زراعي فرق ما تحط له صواعق وينفجر وفرق ما انه تستعمله يمكن كم شيء بتغنيك عن كيس اذا بتحط له الشجره. صح. ولكن اليوم هو اساسا كيف فات وليش فات وكيف سكت عنه؟ هل هالوزراء المطلوبين او النواب هن طلع على بالهم يفجروا بيروت؟ ما انت حضرتك تعرف شو هو هي الماده يعني. هلا هي الماده جاي فيها مثل ما عم بتطلع ازوت عالي فوق 34% قبل التفجير وهيدي طلع فيها كثير مذكرات وجاي مراسلات من برا انه هيدي بتفجر مدينه. نعم. وصارت طلع كلها صارت بفرنسا صارت كلها على الاعلام وكلها دارت على الاعلام. هلا اكيد هيدا مسار طويل مين جابه وشو اللي جابه. نعم. بس كمان استاذ جلال ما فينا نقول مدينه تفجرت بغرت شو بنقول للضحايا؟ طيب باخذها بالقلب لناخذها بالقلب. اول شيء لبنان مثل ما قلنا نحن صحيح بيحكم بالقانون ولكن وبالحكمه والميثاقيه. طيب وقت الواحد هالقد بلد صعب ان كان طارق البطار او غيره مش عليه يستدعي اكثر عدد من كل الناس وساعتها بيعمل ديليبراسيون بيقول هيدا عليها هيدا ما عليها وش. هاي نقطه. النقطه الثانيه لنفترض حط هالعالم بالحبس اللي هو مدعي عليهم اوكي معنويا اهل الضحايا اكتفوا معنويا وبعدين شو؟ يعني هذول طلعوا مهملين مش طلعوا هن قاصدين يقتلوا العالم. يعني معقول فلان الفلاني هو بده يفجر بيروت ويقتل الناس وابقى على اما كيف؟ هلا هي النظريه اللي عم بتقولها هي نظريه انه لا وجهه نظر عم بسالك عنها مش انا عم بتبناها انه نظريه الاهمال وهذا في فريق عم بيطلعوا من زمان من البلد تعالوا تنسكروا في مهملين قصه اهمال قصه مصاري وفي نظريه ثانيه بتقول لا هيدا قصه استهداف وكلنا سمعينا انه في مخزن لسلاح وفي سلاح وفي كذا خلي يقول ما فاذا ليش هالارتياب وليش هالخوف من هالاحكام وقت اللي بده يكون فاذا بده هودي C4 كيلو C4 قد 1000 طن قد فاذا لنترك القاضي بيطار يوصل لخلاصته ويظهر ويطلع احكامه ويبنى على الشيء. ليش هالتقويص قبل ما يبلش؟ هلا يمكن ما فين يحملوا القرار الظني بتصور بيحملوا بنحمل كلنا بعضنا يعني مرق اكثر من هيك بكثير على البلد يعني من اغتيال رئيس الشهيد لليوم يعني كله بيمرق. نخلي القاضي بيطار بدون تدخل نفصل هالموضوع ولو مره بحياتنا لانه ما معقول هالجريمه هيك دمروا البلد دمروا البور قتلوا العالم واخرتها تطلع قصه اهمال ولا مثل ما حضرتك قلت نلقط اثنين ولا ثلاثه بدنا نشوف مين جابهم ومين كان مشون وشو. بس انا قصدي انه يعني كان في قصد انه يفجروا يعني ولا حدا عمل ولا ما بعرف طيب. في حكي كثير عن الموضوع بنطر تقرير القاضي. طيب. ما مدى ارتباط ما حصل بالطيوني؟ هل عقد المهمة قدام القاضي بيطار أم أنه عطي مخارج غير منظورة لحتى هاي القضية يعني تصير يعني أنا بتصور القاضي بيطار مش من هون الناس بتصور بعده ماشي مش عم بينبش على مخارج وإذا فكرك عن مؤايدة سقطت مؤايدة أو بدون مؤايدة شو بدي بالمؤايدة بس كجو عام يعني ظللت هذه القضية يمكن هيدي طريقه من الطرق انه احياء الخطاب الطائفي والمذهبي والتذكير بحرب لطمس بعض الملفات بتصور هيدي اجتزناها يعني كمان ما فيك تحاكم ما المتهم باثنين هو واحد يعني ما في واحد يقايض مع حاله. طيب اجواء الحرب يعني يمكن شفناها ابو ساعه ساعتين على الطيونه يمكن انا مقتنع انه هاي ما بترجع حرب ولكن اجواء الحرب ال 75 اذا استفحلت الامور بلبنان هل ممكن انه نوصل لشبح الحرب 75 ام انه كمان بدنا نشوف شو بده يصير بالمنطقه؟ حرب ال 75 نحن يعني شفناها الكل تورطوا فيها حتى اليوم الموجودين يمكن
من سلالات اللي فاتوا بالحرب، الا وقتها بس مؤدي كان عنده جامعه الباش مارون بالدكواني لانه كان في دفرسوار فلسطيني واضطروا يحملوا سلاح. رجالات الدوله الموجودين هلا ورجالات الدوله اللي كانوا موجودين وقتها، لو كانوا هن ذاتهم الموجودين قبل الحرب، هل كانت الامور هالقد معقده هلا وهالقد مخيفه؟ انا بتصور ما حدا من اللبنانيه بده الحرب، والحرب بدها طريفه، بدها فريقين، وجربنا كل شيء، ما حدا في يحسم لبنان لمصلحته ولا حدا في ياخذ هالفريق. يعني صار عندنا كلنا قناعه انه اذا مش حرب يعني تقسيم، يعني اذا حرب يعني تقسيم، وكلنا متفقين حتى الان في عندنا بعدنا ماشيين بال 43 وبوسيط الفريق الوطني الميثاق ماشيين ابدا. نحن اليوم تحت نظام الطائف، في حال ما يغيروه بين انه الحرب والقتال والسلاح عندها خطوط تماس جديده، وبينت اخر مره مثل ما شفناها عند معمل غندور وكل واحد بيرجع لسلاحاته. هلا بتقلي شو الهدف وشو الغاية؟ بقول لك انه التجيش الطائفي اكيد والمذهبي عنده مصلحه للمحافظه على السلطه على اركان هالمنظومه كلها، بيرجعوا يذكرونا بس وعي الشعب اللبناني والذاكره الحيه للشعب اللبناني بالحرب هي اللي عم توقف الحرب. الشعب اللبناني كثير اوادم، قد ما هني اوادم تركين هالمنظومه تسرق وتشبح وشو في ما عملته وما عم بتجرؤوا يقولوا لا. طيب دكتور، لانه ذاكرتهم بعدها معلقه بالحرب، وكل ما نسيوا بتقولوا انجرسه طيوني غير طيوني، اكيد رايحين على خطط، وخصوصي كل ما بتقرب اذا في انتخابات نيابيه ما يعني حكي لي لحكي لك. طيب ذاكرتك دكتور نوفل كيف ترانسمي، كيف صارت عند اولادك؟ يعني اليوم انا وانت واللي يعني المخضرمين بيعرفوا، لانه هذا شيء مجازي. بتلاقي انه بالدول اللي عندها بتعتمد الحرب دائما بتلاقي قاده الحرب والضباط تبع الحرب اقل اندفاعا من السياسيين اللي هن ما كان عندهم مسؤوليات بالحرب. صح. طب هلا نحن تخضرمنا بهالموضوع، كيف اولادك عم يحملوا ذاكرتك؟ يعني اليوم تيجي على قانون الانتخاب بتقول لي الشعب اللبناني واعي، مظبوط، مش مثل مش ما بدهم اتفاق دايتون مثل يوغوسلافيا ليقسموا بعضهم، لانه هونيك الشعب بيكره بعضه، هون الشعب ما بيكره بعضه. طب بس وقت تيجي على قانون الانتخاب بيطلع ابنك وابنك وما بعرف مين بده ينتخب اللي كان هيدا اللي عم بخانق فلان، كيف وصلت ذاكرته هيك يعني؟ وصلت ذاكرته يعني ابن العوني وابن القواتي وابن الكذا اللي كان هلا عمره مثلا 21 او 23، شو كان خلقان سنة 90؟ هو ما كان، ما هني عم بيحطونا بجو عام، ما هني عم بيخلقوا جو عام وبيشربوا. نحن اخذنا عون وقوات عم نسبة لانه ما بعد الحرب، يعني صار في حرب وقتها وصار في الطائف كمان. انا وياك على شغله، حتى العوني ما عم يدينوا انه عوني والقواتي ما عم يدينوا عن قواتي، لانه ان فاكت المواطن العوني ولا انا ولا انت ولا شيعي ولا سني، نحن اعطينا مثل قريب يعني طبعا. بس هيدا شو بده من لبنان؟ هيدا الشاب اللي عمره 25 ولا 20 سنه، هيدا بيشوف لبنان كمان حر سيد مستقل مثلنا كلنا سوا، بس نعم. كل واحد بيتخيل زعيمه هو اللي بده يجيب له اياه، وزعيمه عنده ولاءاته. نحن ما عندنا مشكل بهول اللي عم بتقولون. لا هلا كيف هلا كيف هلا اذا قصدك كيف ذاكرته صارت عند اللي عنده عمره 21، يعني نحن ذاكرتنا هلا انت عندك شك انه هاي الطبقه الحاكمه هي طبقه ماكره وبتستعمل كل السبل لتحافظ على جمهورها، كافه الاغراءات، كل واحد بيعملوا له خطابه واخر الله. يعني نحن بنحكي يمكن الله يساعد الناس يلي عايزه وخصوصا بالايام هيدي في شيء في 80% 75% عايزين. طيب اللي مش عايزين هن اللي معهم دولارات او حواشي المسؤولين طبعا مش عايزين. فاذا اليوم هن كيف عم بيتغلغلوا اكثر شيء في مفارقه استاذ جلال، اذا بتلاحظ استاذ جلال، اذا بتلاحظ من هلا مثلا نسالها لبعض بالعشر سنين والخمس سنين الناس افتقروا ولا اغتنوا؟ اكيد افتقروا. الطبقه السياسيه افتقرت ولا اغتنت؟ اغتنت اكيد. فاذا راحوا من هول لهو وهلا بيردوا اليوم بالقطاره. طيب بس نحن اللي عم نقول في قانون انتخاب. للاسف بدي وصلك على قانون انتخاب. يعني هودي كله اللي عم نحكيه نحن لازم يترجموا. اول شيء يمكن قانون الانتخاب بنحكي فيه اذا مثالي او غير مثالي، بس في انتخابات. طيب اذا قسمت 100% 80% 50% 70% 70% 50% بكره بالانتخابات اذا صارت كيف راح تصير برايك؟ تعال توقف انا وياك على انتخابات اللي صارت اخر شيء باليسوعيه.
مع كل التجيش الطائفة وحديث الطيونة وكل هو بتلاقي انه الشباب اللي مقررين يغيروا سبقوا كل الاحزاب مع بعضهم. فاذا اليوم اليات الشبابية مع تشارزم المعارضة وثورة 17 تشرين مع كل انهم مشرزمين مع كل هالتجرزم اللي صار فيها بتلاقي ابدا الشباب سبقوها. التغيير اتي لا محال لانه هذه بتعطي تيمونياج على الانتخابات اللي ممكن تصير. ايه ليش لا؟ لانه هو الشباب ما عم يرجعوا لورا وهودي بدهم لبنان اللي بيشبههم. ايه بس ما هن هودي يعني هاي انتخابات جامعية منطقية بينما قانون الانتخابات صوت تفضيلي وموجود بكل لبنان. يمكن عملوها قياسهم بس تعال نعمل معارضه بكل لبنان نسميها حزب. بتصير حزب من ضمن الاحزاب هون بيت الاصيل. طبعا تعال تنزل معارضه اليوم 128 نائب بكل لبنان تقدر اقنع حالي يكون انا معهم وانت اقنع حالك تكون معهم نخلق خط ثالث سيادي عرسوا عيني 20-30% هذا البلد. اللي بوصل له المعارضه الانتفاضه التمرد الثوره اللي بدك اياه سميهم الجماعات الاكاديميين وغير الاكاديميين اللي عندهم هالتنظير وهالوعي. طيب كيف ممكن يقدروا يوقفوا بوجه أحزاب عاتية أحزاب ملكي بنفوس مناصريها إذا هن مش موحدين؟ هون يلب الموضوع. لازم التضحية لازم الواحد اليوم الإيجو طبعا لازم يجتزوا الشباب اللي بيعتبروا حالهم عندهم القدرة وعندهم الباور يشكلوا لوايح. لازم اليوم كل واحد يتنازل شوي تنلتقي على نص الطريق تنعمل تنقدر نخلق الفرق لانه ما بلبنان كيف بدك تغير النظام؟ يا بنعمل انقلاب عسكري يا بتعمل ثوره يا بتعمل انقلاب عسكري وهيدا بلبنان يا انتخابات. طبعا وبهي بلبنان ما بتصير انقلابات لانه ما بعرف تركيب الطائفيه وتركيب الجيش حتى وقت يجي قائد جيش بده يعمل انقلاب دغري بيرجعوا طبعا يعني التغيير عزيز او غير حتى غير ما غير التغيير بده يكون من داخل المؤسسه. نعم اذا اوكي عاملين بتبلش عاملين وعقياسهم تعالوا تنظمط ب 20-30 نائب هالمرحله. نعم ومرحله الثانيه نظمط ب 20-30 نائب لانه الامل هو اكيد تغيير قانون الانتخابات. نحن اذا بترجع انا مع قانون الون فوت وان مان قد ما بيصغروا هالدائره قد ما بيوصل تمثيل صحيح. انا لسلم انه افترض حضرتك او اللي مثلك او حدا من الناس اللي هن منهم مبسوطين بهالقوى الحاكمه بدهم ينزلوا على الانتخابات. إذا حضرتك لقيت حدا أفضل منك بمنطقة جبيل من موضوع المعارضة والهيدا هل ممكن تقبل أو ما عندي مشكل؟ ما عندك مشكل أبدا لأنه بعد إذا حدا أقل منك هل بيقبل فيك أنه أنت تنزل على تترشح مثلا يعني؟ يعني مفروض يعملوا لوائح بكل لبنان. قصدك أقول لك يعني قصدك تقول لي أنه لازم يصير في غربال يعني إذا كان الهدف الوصول لازم اللي بيمثل اكثر هو اللي او اللي عنده مقومات اكثر مظبوط هو اللي يوصل واللي عنده بيقدر يمثل يلعب دوره لانه بنعرف اليوم دور لانه انت بتعمل معركه انتخابيه يمكن في واحد بيسبق الثاني يقولوا عنه انه ممكن يجيب اصوات اكثر من غيره من المعارضه مفروض ينزلوا اللي بيجيب اصوات اكثر من غيره اذا كان هدف التغيير لانه بالنتيجه احنا نظام برلماني نحن بدنا نصوت اخرتها بمجلس النواب وحتى ما بدنا ما عندك صدام حسين يقدر ياخذ يعني ما بتقدر ما بالوقت الحالي المفروض المعارضه لازم ينعمل كل شيء ولازم هالانانيه نطلع منها يعني هلا بيقولوا انه التغيير ليش بده يصير منطقه مش بغير مناطق ليش هون ليش مش هون المهم يبلش بمطرح المهم يبلش بمطرح والارضيه اللي جاز يا استاذ جلال شو بتقول للناس اللي هن يعني نحن تلفزيون لبنان تلفزيون للكل شو بتقول للناس اللي هن ما هم مبسوطين بالقوى السياسيه الموجوده أغلبية الناس مش مبسوطة طيب الناس بتعمل عن الانتخاب عن موضوع الانتخاب أنا برأيي إجتنا فرصة ذهبية بكرة صار في انتخابات ينتقموا منهم ينتقموا من كل واحد سرق له مصرياته ونهبهم وكذب علينا ووصلنا لهون هوني كيف بقى بدنا نجدد لهم شو ما عملوا فينا لازم نتمرد نطلع من زيتنا نطلع من جلدنا بقى خلص هالكبت اللي نحن فيه يعني شو النفع التقديمات اللي عم بيعطونا إياها وطن راح أولادنا وينهم طيب الجزء الثاني هو يعني ما خصوا بالانتخابات بدها تصير لانه ما في وقت يغيروا قانون الانتخاب برايك اي قانون انتخاب بيناسب الشعب اللبناني مجمل الشعب ما في قانون انتخاب مثالي بس اي قانون انتخاب برايك اذا كان المبدا هو تما نحكي طائفيا المحاسبه او التمثيل مزبوط تما نحكي طائفيا وبيردون على المين لا 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 التمثيل الصحيح هو انه تعرف نيبك وتحاسبه
فأنا بتصغر إيه مش لا يعرف المشاهد إنه مش بس تعرف نائبك بدك تحاسبه. ما هيدي هاي الأساس أساس الديمقراطية. أنا اليوم يعني صعب نفهم إنه واحد ما بيترك حزبه لأنه مش لازم يترك حزبه ولا عيب ولا ما بيطلع منه نونو المحاسبة هي أساس الديمقراطية. إيه نحن عم نقول له تعرف نائبك لا تحاسبه أبدا. ضروري تترك حزبك، أنت بتنتخب اللي بدك إياه بتحبه بس بتحاسبه على برنامجه على خطه السياسي وعلى النتائج على النتائج اللي عملها. مش هيك كله هيدا وين بيروح؟ بيروح على الصغير الدائرة يلي هي مقدم الكتل الوطنية وكثير حاكين عنها يلي هي دائرة العميد اللي كان ضمير لبنان عميد والكتلة الوطنية كانوا حتى الرئيس شمون حتى الرئيس العماد ميشيل عون كان بفترة كان يأيد طبعا هلا يعني بغير سياسي ولكن كان يأيد وان من وان أو الدائرة المصغرة. هلا أنت فت بريمو قدي ضمير جبيل نحن بنعتبره هو ضمير لبنان. لا نحن عنا ضمير لبنان يعني أعنب نحن بنعتبره لأنه بناخده على جبيل هو أكيد ضمير لبنان وبنرجع قبل لإيميل قدي وبنرجع لريمو مكافي مع بيير قدي يعني احنا هلا اتنين بامس الحاجه ما تغمست بالدمك يعني احنا بامس الحاجه لهيدا الفكر الوطني يلي كان يتميز بالواقعيه السياسيه يعني يمكن ما كان عنده هالميزه بيتميز غيره اكثر ما هو واقعي ومش وصولي. دليل على هالشيء انه هو كان حلف وقت كان فؤاد الشهاب اختاره واشتغل مع فؤاد الشهاب بالقانون ابدا. فهو قري الواقع مثل ما هو وتعاطى معه مثل ما هو وما استعمل سلطته للوصول مهما كان الثمن. يعني المدرسه 76 قالوا له تقبل بالدخول السوري ابدا فاذا رئيس جمهوري صار غير وبعدين بغض النظر في فكر سياسي طويل الامد يعني كان شايف وين مصلحه البلد. هلا كيف بدك ترجع تحي قبل شوي كنت عم تسالني وين رجالات لبنان القديمين والجداد. ما عم ننتقص بالموجودين بس عم نحكي عن القديمين. يعني حتى كان في نموذجين مختلفين كمين شمعون وفؤاد الشهاب اثنيناتهم عملوا دولة مع انه كانوا مختلفين يعني متباينين متعارضين. ريمو قدي اللي كان هو بذات الفريق مع يعني ذات الفريق اللي من جهة شمعون كان وقت فؤاد الشهاب يعمل شغل منيحة كان هو وزير. يا استاذ جلال الفكر السياسي بالمبدأ السياسي هي مثل لخدمة الناس اكثر من هيك هي نقل الثقافة هي نقل الفكر هي تطويره ابدا هي خلق نموذج للرفاهيه للمواطنين. نحن عم نحكي يعني ما بدي عيد الكل بس نحن عم نحكي من بعد الاتفاق الطائفي اليوم من استلم الحكم بلبنان؟ الميليشيات. طيب الميليشيات اللي استلمت الحكم هل يا ترى كانت هالميليشيات عم تلعب دور سياسي خلال الحرب ولا كانت عم تلعب خطاب صائفي وتشنج؟ بس شيء منيح انه اللي كان بالشارع صار بالدولة بس لازم يطوروا الدولة نو لشان يخلصوا الحرب. ما هني نقلوا المشاكل تبعولهم يعني ما عملوا مصالحة ابدا ما عملوا مصالحة وحطوا المشاكل بقلب الدولة يعني لا يعني مصالحة ولا مصالحة ابدا. ليش؟ لانه الفكر السياسي اللي عم بدنا اياه هيدا بده يترعرع والزعيم السياسي بده يترعرع بيتحرر بفكر حر لانه بنعرف الحريه هي منفتح طبعا هي طيب هلا بدنا نحكي عن الموضوع شيء بيتعلق بتسهيل عمل تسهيل عيشه المواطن ورفاهيته اذا قلنا نحن هلا وين من الرفاهيه. لكن ناخذ فاصل اعلاني دكتور نوفل وبنرجع بنحكي من باب اللامركزيه الاداريه. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور نوفل رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل بنرحب فيك مرتين. تسلم. دكتور نحكي في الرفاهيه الضيقه والرفاهيه العامه. في شيء ضمن الدستور اسمه اللامركزيه الاداريه. خي موسع ومش موسع مش مهم. الوزير زياد بارود وغيره عملوا كتاب وشفنا نحن وانا كنت حاضر على الشرح وقت اللي وكتير يعني كل شيء نعمل من بعض الطائف يخي اذا كان في وصاية سورية ل 2005 ماشي الحال بعد 2005 لهلا لماذا لم يحقق اللامركزية الإدارية وما هو دور اللامركزية الإدارية حتى بفكفكة الأزمات؟ هاي الفكرة
بتصور لازم نتفق عليها كلنا كلبنانية. شو بيمنع اليوم كل اللبنانية كل الأفريقاء السياسية نتفق اليوم على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة؟ لا يمكن إذا منشرحها شوي لللامركزية الإدارية الموسعة. نعم. ومنعرف أنه البلد مثل ما هو بصب بخانة توزيع المغانم على الزلم وعلى المحاسب وعلى الأفراد، بينما اللامركزية الإدارية الموسعة بتسحب بعض الصلاحيات من النواب يلي هي الإنمائية. يعني بتعرف قصدك الزبائنية هون بتدخل. الزبائنية يعني بمعنى اليوم بدو يصير في انتخابات على مستوى القضاء تشكيل إيه مجلس قضاء. لا نشاهد انه لا مركزية هي نعمل مجلس قضاء ليتعاطى بخدمة هاي المنطقة طبعا، والبلديات لها دور، تعزيز دور البلديات، فصل الخدمات عن عمل عن العمل تشوي. النيابي، فعمل نيابي راح النائب هو بس يتفضل للعمل يتفضل التشريعي يعمل يعني حاله فتحه لهوني. هلا اتني اغلبيه الناس بيفكروا انه اذا طلعنا هون المصريات هون وبنصرفهم هون، هيدا فاكتور مهم، بس هيدا كمان بده تعديل دستوري لانه مش هالقد. يعني هي بتقول انه 60-70% اكيد لانه 30% للمركزيه لانه مقدمه الدستور الماء المتوازن بالبلد. ما منيح كتر خير الله. لمركزية بالاضافه له انا بتصور انه بتحافظ على خصائص هالاقليات والمجموعات اللبنانيه ضمن اطارها، ضمن اطار التنافس مش التناحر. لا بتحافظ على نوع من الخصوصيه تبعولها وعلى ادارتنا. انا مش عم طالب بالفيدراليه وان شاء الله ما نوصلها، لانه مثل ما احنا ماشيين ما بعرف وين بدنا نوصل. ان شاء الله يعني هون يستحضر السؤال، اذا في خلينا نحكي بصراحه مكونات، في عندك 18 طائفة وما بعرف 2400 حزب وجمعية، أوكي هالمكونات الطوائفية، إذا في ناس بتآمن باللامركزية الإدارية، في ناس تتوجس منها وفي ناس تتحفظ عليها تتحفظ عنها، برأيك اللي هن مآمنين فيها ليش ما اشتغلوا بخلال 15 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة لتحقيق هذه اللامركزية؟ قصدك عن تحكي خصوصا هون على الأحزاب المسيحية خصوصا، لأنه هن بيقولوا ما عندهم مشكلة، لأنه تتعارض مع مبدأ الزبائنية والحفاظ على السلطة، لأنه في شيء يعني يفلت من إيدهم. يعني التغيير من بعد، يعني هلا حكينا شوي على قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية كمان بتكفي عليهم، هودي الجماعة مقررين يحكمونا بعد شي 100 سنة لقدام. يخي يحكمونا بالمنيح، بس لانه اللامركزية الإدارية، ما اذا في ناس بتآمن بمفهوم الدولة، ويعني مش عم نحكي طائفيا، بس المكون المسيحي بيقول نحن الدولة هي اللي بتحمي كل شيء ونحن بنآمن بالدولة لانه هي عماد الوطن وكذا. طيب الأحزاب المسيحية او القوى المسيحية اللي هي بتآمن بالدولة، ما اللامركزية الإدارية بتخليك متجذر اكثر وبتحفظ شوي اجيالك ما يفكر يسافر والى ما هنالك. مثل ما قلت هلا المشكل اللي قائم عم بيخلي ناس تقول فيدراليه، ناس تقول ما بعرف شو، لا مركزيه اداريه، لا في تقسيم ولا شيء. مين اللي عليه يوعي الناس تخليها تقول لهم لاحزابهم ولممثليهم روحوا اعملوا لنا مركزيه اداريه؟ مجلس نواب جديد لازم يعرف يصوت، لانه لازم يحاسب. اليوم مفهومي هاي الاكثريه النيابيه اللي موجوده عم بتجدد لحالها لمشاريعها ولو لقيتها للخارج. فاليوم اللي بنرجع القانون الانتخابي مجبورين فيه، وما هلا ما عندنا وقت، ما راح يعدلوا قانون الانتخاب. فاذا التصويت للمعارضه لخلق فريق يقدر يضغط لتحقيق هيدي هالمطالب هيدي، واهم المركز الاداري الموسعه. دكتور نوفل، في القوى المدنيه او القوى المعارضه او القوى السائره او المتمرده او الناس العاديين عم بلشوا من يعني استفاقت اكثر من بعد انفجار بيروت وغيره، عم بيعملوا مساعدات، عم يعملوا خدمات، وعندما استفحلت الازمه الاقتصاديه في خدمات عم تعملوها بالمنطقه، كان بجبال او باي مطرح اللي كان. هل تستطيعون التفوق على الاحزاب بالخدمات؟ هون بدي اسال سؤال استطرادا، الدوله وين؟ السلطه وين؟
السلطة يلي هلأ حاكم البلد ولا اللي مسكت البلد من 2005 ولا 89. طيب هي السلطة مش هي ولا الطبقة الحاكمة طعم شعبها؟ مش هي مفروض تحكم وتطبب شعبها؟ أو اللي بحبوها ولا تحبوا؟ طيب وين ليه دائما بنحكي عنها بصفة الغائب؟ وين السلطة هيدي؟ بس بتجي وقت الانتخابات غرائز طائفية. لا لأنه عنده الناس تنتخبهم أكيد. ما حدا تعطى نتفق كلنا سوا، ما حدا في حل محل الدولة. يعني الدولة هي عبر المؤسسات، كلنا نحن مشروع دولة. هلأ بغياب الدولة وتقاعسها بظل الأزمة الصعبة. طيب انتو الأزمة الصعبة ما هي وصلتنا ليها. طيب اليوم بدك طيب بس القوى المدنية اللي هلأ عم تساعد خدمات هل ممكن تترجم بالانتخابات؟ أبا ليك ما حدا في يحل محل الدولة، ولا حدا في يعيش كل الناس مثل الدولة، ولا حزب بيقدر يعيش كل أبدا. وفشلت كل هالمشاريع، كلهم بدهم يأكلوا من الدولة طيطعموا مشروعهم. لا أنا بتصور لازم اليوم يكون الانتخابات، إذا أصدق عن هالموضوع على مشروع سياسي اليوم اللي فكرك منه أنه بده ياخذ له إعاشة ولا يعطيه مصاري تينتخبه. لا يروح دولار مليونين ليرة يروح ينتخب هوليك اللي باقيين. نحن مش نحن اصحاب مشروع بناء الدوله. نحن هون الشباب بطريقه حكمهم من 89 لليوم وصلونا لهون. نحن بنشتغل مع بعض اذا بدك نظام العوني، يعني اليوم عم نساعد بعض، عم نمرق مرحله لانه غياب شبه تام ومطلق وبعدين في ظل الناس. طيب بس ما مشان هيك اليوم عم اقول لك انه اذا انتم يعني عم تفرجوا هذا الوجه الحضاري وهذا الوجه الوعي ولو والخدماتي، اليوم إذا بكرة اشتغل العملة الانتخابية مثل ما بيقولوا اليوم $100 بتعمل مليونين ليرة. هل المواطن أصبح أكثر وعيا؟ هذا اللي عم نراهن عليه، لأنه صار في اليوم عن تحكي عن إذا بنحكي عن شارع، عن شارع بيفرق. بس هو نحن ما عم نرجع حدا يعني حدا، بس عم نسأل عن المواطن. يعني ما عم نسأل عن يعني عزيز. إذا كل الإحصائيات بتقول إنه التغيير رح يصير بالشارع المسيحي، نعم يعني المعركة هونيك. فإذا المعركة هونيك نحن عم نحكي عن هيدا الملعب اللي بدهم يتصارعوا عليه السياسيين. أنا بتصور الناخب إذا بينخلق له صار في ناس مستقلين، مثلا مثل طلع منهم نعمي فريم وطلع مدري مين. طيب وفي حدا طلع من هاو وهو حدا طلع من هاو وحدا فل من القوات حدا راح على هولي الشباب. نعم. يعني الناخب اليوم بدك تطرح له طرح متكامل، بده يكون في مشروع على مستوى البلد تنقدر نحاسب ونتحاسب. هلا ما في شك استاذ نعمت ابن عائلي وموجود. نعم. وشعاره حلو انه والوالده كان عنده طبعا لبنان وطن الانسان وما. نعم. يتميز بهيدا. يعني بالنتيجه خصوصيه كل منطقه في منطقه بتشبه التاني ابدا، بتفرض اداره معركتها ضمن هالخصوصيه والنفسيه تبع المواطن ابدا اللي بتتميز فيها. يعني انه اللي بيجري ببيروت على الصعيد المدني والاحزاب المدنيه ما بينعكس مثلا على جبيل ولا على كسروان على جلتون. مشان هيك اذا حضرتك عم بتقول عن المستقلين، اكيد المستقلين واولاد البيوت بعد لهم دور كبير، لانه بعدهم اذا بدك مصدر ثقه، لانه على طول هو جماعه موجودين بين اهلهم. نعم. بس اكيد نحن بنرجع لنفس المبدا ومبدا المحاسبه، بحق لك انت تعطي فرصه للي بدك اياه، بس اهم من هيك تحاسبه بعد 4 سنين. طيب بس اذا كان المواطن شوي مرتاح اكثر بصير حر اكثر باختياراته بفكره. بس هلا ليش اللبناني وين وصلوه؟ عن اي راحه عن نحكي؟ انا بتصور المواطن اللبناني لازم ينتقم، لازم هلا يتغلب عنده، لازم يقبض منه وتاخذ ضده وتنتخب غيره. يعني شو ما خلوا شو ما عملوا فيه للمواطن اللبناني، نحن عم نوعي عم نعول على درجة الوعي اللي انخلقت اللي شفناها بعد 17 تشرين. الناس عندها قرف. يعني في صناديق الاقتراع. في سؤال يعني هيك بيعن على بالي. تفضل. يمكن ما بعرف بال 2009 كان في دور لكلمة إيه للبطرق الصفير قلبت ناس 35% من الناس اللي ما بتنتخب أو اللي كانت محيرة راحت انتخبت صارت الأكترية بغير مال. برأيك بعده بينفع هذا الأسلوب بهالأيام؟ للأسف نعم.
أكيد نحن مش عم نقول للأسف أو مش مع الأسف، ولكن في دور نحن هدفنا لمنطقة كسروان وجبال. عم نحن لما نقول للأسف أكيد مش مش بشكل أبدا، بس أنا بس كوننا نؤمن بالدولة العلمانية، دولة المؤسسات. بس اليوم بهالوجود التجيش الطائفي والمذهبي، العلماني ما إلا مطرح، العلماني بعدين العلماني بس المدنية إلا مطرح بعد المدنية. ما هون سؤال كبير، نعم. هل يا ترى نحن ما نحن هلا نظام مدني، نعم. النظام المدني هو يطبق؟ لا عسكري، لا نظام عسكري ولا نظام ديني، نعم. فنحن نظام مدني بده شوية تطوير وشوية وعي. شوية وعي إذا تركوا لنا مجال. طيب بعد بنهاية الحلقة بدي نحكي إقليميا. يعني كان طالما الإقليم وتطورات الإقليم والأفكار والمخططات كانت تأثر على لبنان، ولكن كانت الدولة تضل ماشي، حتى بالمراسيم الجوالي كانت تضل ماشي، على خطوط التماس كانوا يتفقوا مرق لي هذا مرق لي هذا، ولو كانوا عم بيقوصوا على بعضهم. برأيك هل لبنان عنده مفترق يعني كتير مصيره صعب؟ هل سيتغير جيوسياسيا؟ هل سيتغير نظامه؟ هل ممكن رايحين على اتفاق جديد؟ بلش مطرح ما انت بلشت، انه بالعادي لبنان معنا دقيقتين او دقيقة يتأثر من الخارج للداخل، بس للأسف بآخر فترة ومن بعد أمة الجامعة العربية ومن بعد طلعنا بنظرية جديدة، انه انا حفاظا على السلم الأهلي بدي ضحي بعلاقات الخارجية، وبعدنا عم ندفع تداعياتها لليوم. هلأ اتني اذا بتراقب مسار الإقليم، إذا ما في حدا يطلع من منطقته، بس انه اذا بتراقب ما صار الاقليم، من العراق لسوريا للبنان واللي عم بيصير بالمنطقه عم تغلي هلا، بمعنى تغيير حدود ولا تغيير حدود ما في بتصور، لانه علو ارتدادات اغلبيه الدول، لانه في كتير ناس اقليات بكل هالدول الكين اوروبيه وغير اوروبيه وروسيه كمان بتقرب عليها. هلأ اتنية بتقلي في إعادة نظر بالنظام اللبناني اللي هو لبنان الكبير بال 1920 اليوم بعد 100 سنة، بتقلي هل النظام هيدا فشل ولا بعده قابل الحياة؟ هيدا بتصور لازم نحن نقعد مع بعض كلبنانية ونقرر أي لبنان نريد هلأ عن جديد. أبدا، بس خارج إطار بس بطريقة إيجابية مش سلبية. يعني اليوم صارت الشوارع تعالوا تنقسم، تعالوا نعمل فيدرالية، صار كل شيء جاهز، وصلونا لنقطة نقدر نقبل كل شيء. هذا كل حال. دكتور نوفل رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان وأهلا وسهلا فيك. تسلم، كلك ذوق. مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء مساءً.